كانت رسائل يعني وصلت إلى مجلس التعاون الخليجي وإلى العالم، ولكنها رسائل خاطئة، خاطئة من حيث السياق وخاطئة من حيث التوقيت، وكانت دليل وكانت إدانة لصورة الحوثيين أمام العالم، ومصداقا للتصنيف الإقليمي والدولي للممارسات الإرهابية لتلك الميليشيات الإنقلابية. إذا كانت الرسالة محاولة لتقويض وعرقلة منعطف التسوية السياسية باتجاه السلام الذي يقف وراء جهده مجلس التعاون الخليجي، ولكن بالتأكيد هذه العمليات لاقت إدانة واسعة دولية وإقليمية ووطنية، وشعر الحوثيون بفداحة ما فعلوا بعد أن مارسوا رغبتهم وسلوكهم المعتاد، وربما أحرجهم كثيرا مسألة ضبط النفس من قبل دول التحالف العربي إزاء تلك الهجمات، الأمر الذي جعل الحوثيين يتحملون مسؤولية كبيرة أمام سلوكهم الطائش. وعندما بدأ التحالف العربي في الرد القاسي اتقاءً لغضبة التحالف وللرد القاسي على تلك الاعتداءات، نعم، حاول الحوثيون الهروب إلى ما أطلقوا عليه مبادرة من قبلهم تتعلق بوقف الاعتداءات واستعدادهم لمناقشة ملف الأسرى.